إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب كان بلوغ المرام، كتاب الصوم 10 قسط 8 وحمرنا حديثك لحب قل لحت طواتن قيبت السلبات شرح أيام مرين مرة. حديثك هو أها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بحجري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بحجري هلكت يا رسول الله وأهلك سمي؟ قال وما أهلكك محاك وهلاجي؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان خوينت أن كل حي أو جماعي مال رمضان فهل تجدتم ما تعتق رقبة حوالا ما يستعتق حريسي لغن؟ قال لا. هذا نبي حيري ما أود إن الله أبرد أسون أسرع سن وحريرة وحيري لا ما أود إن لحد المسكين أتقود ست وحيري لا. هلقى الحديثكم مرة مركة وحن صوت شاقني كفاروين قلق قدان هاي مربع وحيري أفرم وستح أفرم معها كفاروين قلق قدان هاي أغلد الكفارات وحن نقضي ستح بعد قصة شاكينا كفارة الجماعة في نهار رمضان هي كفارة الظهار أو أه نكون كل هذا حاس كيسة وحاجات هاي خوية ذي أوكلات وحنوال لمن مركة قيبت استحاد كفارة القتل تلك كفارة ليسة مركة تلك وحاوكلا قيبين هنا تل عمد أه هي تل خطأ عمد وحاو الرياقفك إن القصاصه حتى أن القصاص المركة إحنا قلنا استيبك اللبات أما التلاغوذ اللبات إن ما ارتهى تيدي أقليبا قتلك خطأ أهنا وحاو الرياق تيدي إلا أقليبا وحاو كوحيك عفز مركة اللبات ما ارتهى اسكوكو إما أنا حيان وحاو تيدي سوما مركة هاتيلا إله دلك هاتيلا إله قفك هلا تيلا حتى مركة اسكفاره وما ارتهى لما أركو وقف نفتيسي أيام ماشي تعالى هذا أمرك على دليل نقطه إن ديال الديبو لو نعم ديال الديبو كره دي عمتك هاي ديال الديبو كره دي خطأ هاينا دي على الديبو كره مرك دي أيام كهذا أمرك كفاري ده سعود تربي ده حكوا سعرورتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص إنه يري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا قفكي كس وحود له دفع وحلو ديبها الى اولياء المقتول كالذي لي اولياء ديسي الى لو ديبها فان شاء وهدي دونان قتلوا هدلين وان شاء وهدي دونان اخذوا ديه ديدها قاتل مره فديه ما حنقنا اسم مره وهي 30 حقه وهي حقاده وحا لا يراهدا اورك حش ما ست جرستي او ابلابتي سنه افراد ايا لا يراهدا هدي لو اي مرك حقاد يو و 30 ست جذعه ما حي و افر جرستي سنه شناد بكشمك وحوي او حشي اني ناس كي كوداي أجد مارت تاقيسه ولي اسم دلين أما سمارت يعني ااا إيكارتي هير مارت لو إمرين كره إيكارتي أما س تهلميت مارت أورله وحم بارسن وثلاثون هي جذعة وثلاثون وأربعون خليفة أورله وحم بارسن يا أيلوين برأنت سؤالون تودا أيها أمارت حتى تحتاج في رسيط سمالي قلت جذعة أيها الليلة أمارت وستح بغلة دولار خليفة وقال سنة خليفة وقسي قال سنة وركت أوين تهي وكحمالي بدن تهي حتى أور بي الليلة هاي وقسي بارت مركة مركة الليلة أمارت ديادة سؤال بحي اسكو خلافان نوح سوق بسنة أورك حش وقال سن نوح سوق بسنة هي حش ورقيس مسوق بسنة هي ما أساس وأن صدّن يصدّن يأفرت من رأك رقيبش هتلاقي لا تبغى حي ما أنا هي
iyo wamaa shaygi saalaxuu calayhi ay ku heshiiyaan fahuwa lahum. Haddii aan wax kale aan ku heshiino marka meesha maanta dollar baa socdee, dollar qaad haddii la yidhaahdo oo laisku raaco lagu heshiiyo, ummaddan anigu wax ku xumaanay waa iskhasabna, khasab ma jiro meeshan. Haddii la wada heshiiyo waa la noolaanahay. Waxaad arkaysa aqaladeena haweenta wax kasoo sheeganaysa ninkan waa la khasbahay, aan kuu duceeya guriga aan ku joog baa leeyahay. Maxay ku joogta? Cadaamay ku joogaysa mar gurigi ya waa dhibaato ya gurigaas ka dumin baa leeyahay. Gurigi inuu dumo iyo iyada maarata ay dunto laas miyaa noqonaysa? Mar anaga waxaa naga maqan ya musaalaxadaa naga maqan, khasab baa naqaana iyo xoog iyo wamaa shaygi saalaxu calayh fahuwa lahum. Fahada yadulu xadiis wuxuu na tusinayaa calaa ana aljimaaca fii nahaari ramadaana min acdami dunuubi, dembiyada kuwa waaweyn ayaa ka mid tahay. sharcu lxadiis awalan falaa tajibu lkafaarat biljimaaci, kafaarada jamaaca kafaaru kama waajibto fii siyaami nafli, soonqaadkii ahaa soonkii ahaa sunnada oo soon baa isaanta jamacday maalgati soon labas. Walaa fii kafaarati lyamiini, waad dhaaratay saddex maalood baa soontay, ayaad jamaacday laa baasa saddex maalood kala tusoon maalintaas maalin kale ku gud dhib ma leh, bal kafaaro lagaama rabo. Aw fii siyaami fidyatul adaa, waad xajisay qandhicil iyo injir iyaa maarata kugu baxay timiyaa xiirtay, fidya lagaa rabo soomo. Haddii aad awoodin fidya maxaad suubinaysa? Waa soomaysa soonkaas adoo sooman haddaad jamaacdid laa baasa soon mar kaleeto. Siyaamulmudcad, waad xajisay xaju tamatuc baad xajisay, waxaa lagaa rabo maarata xoolihii inaad qashid, xoolihii ma awoodin, waad soomaysa. Talaata ayaam fil xaji sabcatun idaa rajactum, adoo sooman baad islaantaada ku dhacday laa baasa maalin kale tusoon. Oo fii soomi nadr, soonka nadarka la yidhaahdo, soonka nadarka la yidhaahdo waxbaad nadarti ilaahow haddaa wax siisiisid ya waa kuu soomahay intaas maalmood. Adoo sooman baad islaanta ku dhacday laa baasa maalin kale tusoon, kafaarad ku tushaada ma ahaanin. Tan lixaad qadaau ramadaana, soonqaadkii aad jiratay maalmaha kaa tegay amase kabadhi ahayd ku dhacay maalmaha ka tegay bacd ramadaan bay soonta ayo qalihi sooman aad ku kufta adigii marka laa baasa maalinkad hay soonta marka kafaaro dushaa labadiin mahay. Tan toddobaad musaafirkii, waad safartay soonqaadkaad joojisay marka safar ka soo noqotaa soonqaadkii maalti qalihii ayaad soonta marka musaafirka, amase adoo musaafir ahaad soonta ramadaankii musaafir baa tahay ha tan waxa weeye musaafir baa tahay ramadaankaa soonta adoo musaafir ah islaanta ku dhacday adoo maalinta markaas bal waa ramadaan baa islaanta ku dhacay soomaaha, laakiin musaafir baa tahay. Haddii musaafir baa tahay waxaa lagu baneeyey inaa afurti soomaaha laa baasa marka kafaara tushaada ma ahaan markaas. Laakiin soonqaadka jamaacad soomaaha waxaa ku badbaadaysa waa maxay? Waxaa ku badbaadaysa safarka ku badbaadaysa mara tushaada kafaara ma ahaan marka. Tan labaad aan ka barayn waa maxay? Al-istinmaa, istinmaa waa maxay? Waa gacanta laisku biyo bixiyo. Waagi raxam raxan dhihi jiray, seegaal dhihi jiray sooma, gacanta laisku biyo bixiyo. Nin sooman ayaa gacantiisa isticmaalay oo naageystay, mar la dhihi maayo marka waxbaa jamaacday maalin soon qaado kafaara tushaada hardi. Man istamnaa, qofka iska biyo keena, facalee tushta waxa aan ahay qadaa-un, maalintu soo qalay geliyaha laga rabo cinda jumhuur culama, oo lagama rabo in uu kafaaradi laba bilood u soomo. Tan saddexaad xukmu lixtilaami, qofkii waa maarti waa qarwey asagoo soomaan ku qarwey ya xalaal xaaraan waxay noqotaba wuu biyo baxay marka waan soomanya kafaartusha ahaad la dhihi maayo marka. Alxaafid wuxuu yidhi
حافظ ابن حجر في الفتح كتاب وشرحي بخاري وشرحي فتح الباري شيخ خاص وشيخ قري كتاب كان حتى آخر سنة بلوغ المرام وحجر قد يحتلم السائم بالنهار وحقيقة إنه مارت وقلبي كره قفك مارت صومني مالنتي أسوى صومني فيجب عليه تشيس واجب حكو نغنيس الغسل بحكاية لك مرة أمرك ولا يحرم عليه صنقاتك حرام كما أهم وليتم لما يسترن هاي صومه إجماعا علم هذا نسكو إجماع ذي أرنك لا جلت مرك حكم من فكر فأنزل قفك إن دومارد وحك فكره بيبح مرك صنقاتك سبحانه غنى هاي مسنا في إنه أبي الشيخ وحكو سعر ورتين عن عمرو بن هرم قال وحيري سئل وحال سؤالي زيد جابر بن زيد يا السؤال جابر بن زيد كاسي واي مرك وحوي وحالي له مغي ابو شعثاء يا ليره وحوي ارتيدي عبد الله بن عباس صحاته نول قاركود ايو دنت انكاس ارتيدي واوينك ما خبرتي عبد الله بن عباس بوها وحل ودي عن رجل نن نظر في شيء إلى امرأته في رمضان أو فأمنا سكوبيا بحي من شهوتها جعل أقبى يدي وصامنا أصغى صامن أيوم حوأها خوانت أفيرش جعل أقبى سكوبيا بحي مرك وذي عشان اللي قاعد عيني كاسيور مجوغو يري لكن أنت في رجلك يا بحي نجول بجوا ما أحبه أنا رجع مركه هتو مرت بيا بحي فيرنتي في أيكوب بيا بحي ما أفرها يا قالوا حير لا ويتم سومه سونك سؤال مسترنا هاي مرك سونك سه سؤال مسترنا هاي فرق من فوائد الحديث وحكم ذا أولا أنه يجوز وحبنا للرجل أن يخبر إنه كخبره عن ذنبه عند الاستفتاء فرق استفتاء اللي بيديه إنه كخوانتك واجماعة إنه يراهده أيام مارد وعبر عنده لكن أدواته تراه حل خوانت أسوى جماعة حل إنه تراه وإذا بتحر ترس لازمح ماشي يا لما هانا وإذا بتحر لكن هتاد مارد أسوته كره هذه نيسي إنه بيدي سيد وعلى قابة هاي إن الرجل ها إذا أفتر هتو أفره بالجماعة وجبت عليه الكفارة كفارة تشتاهانها وإن لم يعلم يسوغان به أنها واجبة عليه كفارة واجبة كنت هيبة يسوغانها تربه لكن يدري هتوقي هاي أن الجماعة حرام في نهار رمضان أردت أسمر أباهن قاعدة أباهن القاعدة الفقهية واما حمرك أن شروط وجوب الكفارة شروطها إن الكفارة واجب أن نقول ليس تشاء هذا شروطها وحكم هذا أن يكون عالما بالتحريم قفن علم أقول لي أنا حرام أي تحريم ثابعا وجوب وحواجب الكفارة المغلظة في رمضان وواجب في الجماعة وواجب في نهار رمضان يا كفارة أذك وعلوس انتو الشهادة اللي ييله وواجب حديئة جماعية مالين رمضان تنشنات وانكبرنا ينو أن الكفارة الجماعي في نهار رمضان على الترتيب أرين تاس تدكمار تاس موغا هذا الترتيب أي ربط والرتب أي سيالو رتب أي هل تجد ما تعتق رقبة ما هيست واحد لقنك حريشت قال لا تكره لوجو تمرك فهل تستطيع ما أبوه أن تصوم شهرين متابعين قال لا لا فهمت وحال تستحى لوجو تمرك فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا وحق خود ما هيست قال لا مرك ما حد عن ترتيب تاس الله تنحرق أبوه ده تنلوات ودعميس مركاته
هذا نبات أبوه ذا كست حد آدم يسي يا هل غربت كسي أبوه ذي هذا أيه لقى لواحد كذا هاي كان لحد أن كبرنا نحديثك أنه لا يجزئ مبنانا الجمع إلا جمعية بين حسنتين لبا كفارة كاملة من خصال الكفارة كما لو أعتقى نسو عبد وأدعم 60 مسكينا حتى تراهي أتون ما أبوه أفرد كل الدرهم لكن لو أتون كل الدرهم من أبوه أتون حافنا إيبيه حاف كاتنا مساكين مقودين هاي لا يهل ما هاي أما تراهي لو أدي بلاد سان كاي بيل بسوا ما هاي ستة مسكين مقودين هاي لا تجمع سلا جامع كلا حتى أبوه تمر ويل ستة أبوه تلوات بعد آديس سابعا تنتطوات من جامع زوجته في كفارة هذا كفارة كجرة لأولي بلود أهدنا أجمع زوجتي ليس عليه كفارة كفارة بجسم أهل من كاس لكن سومه يبدله بلا شك لكن سومه أكبر هاي مالين تاس سون كوا بوري سون كحرير كهم خلك كل ما تان حرير كأسواب لوذبيل لكن كفارة ملها سو تنسيتي ذات إذا جامعه تول جماعنك غير مرادته أوزن يسق معنه في نهار رمضان وجب عليه شيئان لما على قربة كفارة الجماع وعلى قربة يه الحد إن ما رتقفك حد لقوه تاسعا تنسقالات اشتراط وحا أشرتي حتى تتابعه في صيام شهرين لو بلوت سون كود وحا أشرتي إنه حريهين لقوله صلى الله عليه وسلم ويرد فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين تنتو ملا برك أهرين باتميت انت أصل نيكا لقو رمائي سوما خبين تآهي مرك أيضا عاشرا فإذا أطاعت المرأة زوجها حتي أدي على الزوج كذا جماعي في جا يا فين عليها كفارة أيضا أيضا كفارة تشيل هانيس هذا هو أمسته هذا مرد خالك أنت هاي أي أك وحسن هذا هو أمسته خالك أنت هذا جديده أو حوجه يا هذا مركز أيضا بحوله ملها مرك هذا أدي على أو أمسته أيضا أك يا هذا أيضا تشيل نغنى هاي مركز كفارة أنت أسكال هذا كفارة تشيل نغنىس حكم حنا قلنا حكمك السائم هي إذا أصبحت هو بريست جنوبا يا هو سحري وامرت حال كتي هو سحري أدنى كل عصو جناب قبه سون كيس بسحبه ما خلق أسكت جو سنة إن شاء الله عشر كيانا وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الحمد لله وسلم على رسول الله. عشر كاني وحمسوا الشيخني كفارة إليها على ترتيبي ولا ترتيبين هاي سيسكو حيقان سيسكو حجين هاي وأهيد إن مارتي رقبة دي أدون الحرية حدادت أوودين لغب الوضن أسونتو أسحليلة حدادت أوودين إن لحن مسكين أتقودسيد. سأقولت آيات هل كان أنا وحنا قانا قبوا حلاه كفارة يقسم الله وادارت. ستحفظ بعض الصوم باللي راه مركتتك. والآيات أنا أرجنه. آيات إن شاء الله تعالى. لا يحيي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. دارتينا على عاد كذا لا دين قوانه هاي. مشان معويس والله ما يوابس. أتلوقا بس كعبيس. دار ما مغلط بالأيمان ما أهتاس. ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان دارت أدار أهل دارتين فكفارته مرك دارت أس ما كفارة نقول هاي نبركو إدعام عشرة مساكين إلى قويس من أوساط مطعم أهلكم خاشنك لحاد قويس كنا أسيسين يا أو كلينا دون مثل أكو قويس أي لقاره تدرى أنا كو حنقنا بريس باست يا لكن عم بقول أوريادين هاي مساكين تلاقيه اللي ما هي،
واكو او باليل او ذا سامحي واخياري مركم اما دوم مسكين قودي او كسوتهم اما مرشا او مردر او ايم او امس تحرير رقبه الدين لقون حره ست حاسه لو بنيه مركم ست حكوس منيه مركم ست حاسه اكوس منيه تاد او جايا سوبينس تام حيل فمن لم يجد ست حاسه تاد او دين مركم فصيام ثلاث ايام سبحان الله سوبيس ست حاسه تاد او دين ها مركم لما فيرنا هيو مسكين مقودين كره دون مسكين دون مسكين مرشين كره محوها سلاف امس مارتي اتون محورين كره انا اسمت واحد لا سحب على صوم بالوليه مرق لو يفتون هي واخل انت سحب ترتيب تاع الربا ترتيب ما حي سد عاش لسو شيغ ميد كود يا سو بينس حتى استحوا اودين مدنبا مركاسا مرق حكومنا ان سود سد عمل وترتيب حل فيرنا هي سيده اي كتيمد يا سيدة مارتي إله يا رسول كيس مارتي إنه وجدين إن لقاته والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.